أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك قدك المياس يا أنت أحلى الناس في نظري كلا من سواك يا عمري.
مش كل ماضي مضى، في ماضي بيرجع بأفكار ومشاعر بتأثر على الحاضر. الماضي مخزون، مرات بيزعج اللحظة الحاضرة، مرات جوهرة. بالفن كمان، المخزون الفني بيحضر عند كل إبداع أو رؤية جديدة. ضيفتنا الليلة بتلون فنها بمخزون فني كبير، وبتسند هويتها الفنية على أصالة جاية من الماضي. من سوريا النجمة فايا يونان. ولم أتعود على الانحناء.
أهلا وسهلا. أهلا يا يونان، شرفتينا بطرب. أهلا يا هلا فيك. شو الأخبار؟ Thank you. شو هالأصفر الحلو هيدا؟ مرسي. شو بيعني لك الأصفر على فكرة؟ ما بعرف، أنا اللون بحبه كتير هيدا، مع أنه كتير بيلبسوه بس هو لون الربيع، لون التجدد المفروض يعني. له علاقة شوي بالروحانيات كمان الأصفر. بيذكر التوازن النفسي شوي. بيذكر شوي كمان بعيد الفصح كتير منشوف الأصفر، وهو يعني بيست على كتير أعياد بتعني التجدد والخصوبة. أنا بيذكرني بلوحات فان جوغ أكتر شيء، كلها أصفر بتعطي بيش. ستاري نايت هي يعني أزرق وأصفر. فهي حلقتنا الليلة عن المخزون الفني، واللي هي إلى تأثير كتير بفن عموماً وبشغلنا وبحياتنا، بس كمان إلى تأثير كتير باللي عم بتقدميه. منحس في مخزون فني. دائماً نشوف هالشي أو ملاقي هالشي إنه سند أو عقبة أحياناً. لا، هو بالمجمل أكيد سند. هو مش بس سند، هو إذا بدك القاعدة أو الأساس يلي المفروض أي حدا، مش بس بالموسيقى يعني، كان بالفن هو امتداد ثقافي يعني. أكيد يعني هو بدك تكون سامع كتير وشايف كتير، أكيد ما إنه عقبة، بالعكس يعني. أنت لما يكون عندك مخزون كبير كمان قادر تعطي قصص أكتر خاصة أو أوريجينال، أو تصير تفهم شو هو اللي عن جد جديد أو اللي عن جد متميز. نحن عم نقول فاية ممكن كلمة عقبة تيجي ضمن إطار أنه وقت الواحد يكون عنده هالمخزون الكبير وهو محافظ عليه وهو مخزون تراثي، أحيان يمكن يعزله عن الحاضر. أنا ما بحكي عنك، عم بحكي بالمطلق. أو يصير عنده مشكلة بالانسجام مع الحاضر لو ما كان على قد طموحاته الفنية. أنت بتحسي قدرتي تعطي حق هالمخزون وحق الماضي وتقدري تتفاعلي مزبوط مع الحاضر، هذه شغلة مهمة. أنا بحس إنه هو خيار، يعني إنه أنت بتختار بالنهاية اللون اللي حابب تعمله. هلأ على شو مرتكز مش ضروري يكون يعني قادرين نحدده أو نصبه بجانر واحد. صحيح. أو بقالب واحد. وأصلاً على مر التاريخ يعني يلي هن كتير كانوا مجانين، خلينا نقول هن يلي قدروا يعملوا شيء جديد. فأكيد يعني هو خيار. هلأ في كتير أنا بعرف حتى أصحابي اللي بيغنوا طرب مثلاً بفضلوا يبقوا بالشكل القديم، وهيدا شيء كتير حلو، لأنه كمان مش مفروض هيدا النوع من الفن يختفي. أكيد. إنه عم نحكي أكيد. على الموشحات والتراث اللي كمان نحن منغنيهم، بس عم بحكي إنه في ناس يمكن حتى رافضة تعمل شيء جديد، لا هداك هو الفن الأصيل. فهيدا هيدا خيار. هو خيار بالنهاية. أي حدا يعني بيقدم اللون اللي هو حاسه وهو حابه. لا، الحلو انه نسمع منك اشياء تربطنا بالحنين، هو الماضي الحنين كمان تربطنا بهالتراث، بس دائما بطريقه جديده. وهيدي الشغله مهمه كمان، طريقه العرض تكون جديده. صحيح. فيا انت اخترتي بحلقتنا اليوم انه تغني مجمل الاغاني تكون سوريه، ومن القديم والحديث يمكن. صح. من الاغاني الرائعه واللي ما بننساها ابدا، وشكلت محطه بحياتنا، لازرع لك بستان ورود لفؤاد غازي. هيك اسمع بسمك. 1 2 3 4. بستان ورود
فايا شو بصير الأغاني معك رشيقة ونعمة مثل الفراشات. نتابع حلقتنا الملونة الحلوة بعد الفاصل. نتابع حلقتنا الليلة من طرب مع فايا. برجع بجدد الترحيب فيك فايا. حنفتتح هالفقرة بأغنية جميلة وهي قصيدة قديمة جدا، سليمة للمطربة زكية حمدان. شو بتعني لك هالغنية بالذات؟ ليش حبيت تغنيها اليوم تقدميها؟ هالأغنية من الأغاني بدي أذكر إنه هالأغاني عم بتقولي أول مرة عم غنيهم. حبيتي ليش؟ لبرنامجنا ولا حبي تنوعي ولا شو ولا المود؟ كل شيء. أول شيء البرنامج فكرته يعني طرب مع مروان، في أكيد مساحة إنه نغني أشياء، وأنا حبيت صراحة نغني إنه الأغاني السورية واللي اخترناهم اليوم كلهم مختلفين عن بعضهم. هذا الشيء بيفرجي الغنى صراحة. أنا هيل طلبته كمان بالعديد كده، قلت إنه بدي تغني هالأغاني هاي. فهذا الشيء بيفرجي قديش في تنوع بالمناطق بسوريا بالتراث، إنه في عنا كنوز. فسليمة هي يعني إحدى القصائد يلي تغنت وتلحنت يمكن بالعشرينات أو الثلاثينات. زكية حمدان هي إذا بدك من طليعة المطربات السوريات، مغنية حلبية وعندها مخزون هائل. هلأ أشهر شيء لها هو سليمة وأغنية كتير يعني طربية. هلأ بيقولوا القصيدة لها قصة، أنا قريتها ما بعرف إذا 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 صحيحة، بس إنه القصيدة هي قصة حدا طالب حب وحدة بالجامعة اسمها سلمى، وكانت كتير قاسية معه، فراح لعند الشاعر اسمه الياس نوفل وكتب هيدي القصيدة. فالقصيدة كتير انشهرت، فست زكية صار بدها تتلحن وتتغنى. فهي بس كتير بتبكي يعني، نسمعها ونسايد. بس ليك البكي بس يكون حلو بيصير فرح. كنا نسمعها يا وحدة بلا ذنب جفاف.
فعلا قصيدة مؤثرة. أقولك لو حبيته أخلصت له سليمة كان عمل هالغنية أساسا أو لو تجوز وما كان غير الوضع. في جزء أناني مننا بيقول إنه يعني حتى لو القصة حقيقية وهن بيقولوا كمان إنه انتحر بعدين يعني حرام. بس يعني على القليلة نحن طلعنا بهالقصيدة وبهالغنية. بكل الأحوال كله بيبقى من الحياة هو القصص والذكريات هذا اللي بيبقى لنا فعليا. بدي أسألك شغلي فايا إنه هالأغاني أحيان أو الفنان ممكن يقدم أغاني جاي من هالمناخ هيدا هالمناخ الأغاني الأصيل الحلوة فيها حنين أو ممكن يعيد هالأغاني مثل ما هي وأنت بتعملي هالشي كمان على المسرح بس قديش الشكل مهم تضيف على المضمون يعني الجمال جمال والأمرأة الجميلة جميلة بس هلأ المرأة ما فيها تلبس وتعمل شعرها وتعمل ميكاب بزيت الطريقة قديش بتحسي إنه الشكل توزيع. هو إيه أساسي أو شو اللي بيلعب دور غير الشكل ممكن الفنان ممكن أدائه صوته على المسرح حركته كيف بتشوفي هالأمور هيدا؟ أكيد نحن بعصر الصوت والصورة يعني نحن بطلنا بس على الراديو من زمان قبل ما كانوا يعرفوا حتى الفنان اللي عم بيغني يعرفوه بالاسم بالصوت بالقامة ما يعرفوه بالشكل أكيد الشكل مهم عم نحكي الباكيج كله البرزنتيشن يعني باكيج عم نحكي أيوه فأكيد بدك تكون يعني أنا بحس الواحد حلو يكون مثلا بيشبه فنه أو بيعبر كمان بالصورة يكون الستايل تبعه مثلا form of expression طريقة تعبير كمان ليقول شيء هلأ إذا عم نحكي عن شكل الأغنية لأنه أنا أول شيء فكرتك عم تحكي عن التوزيع عن والشكل للأغنية لا أكيد عن مهم عم بحكي عن اثنين فايا يعني أكيد مهم شكل الأغنية بيقربها. التوزيع وشكل الفنان اللي عم بحكي عن تجربتي كمان هي هيدي عم نحكي على الباكيج كلها مزبوط. فأكيد مثلا توزيع الأغنية مرات بيكون في أغنية قديمة تسمعها مجددة ما بتعرف أنه هيدي هي لأنه بيكون التوزيع إذا بدك ابن زمنه قريب يعني حتى طريقة التوزيع الإيقاعات الآلات المستخدمة فهي كمان يعني أنا بالحفلات أكيد عندي الريبرتوار والأغاني الخاصة بس دائماً في مساحة في يمكن 10% لنقول نغني قصص قديمة وأغاني منحبها نتذكر يعني أشياء من التراث أو حتى يعني لفنانين عظماء فأكيد حلو كمان يكون في
يعني مرات بيكون في كمان جيل جديد بيتعرف على أغاني قديمة. صحيح. لما تنعمل بطريقة جديدة. جديد وبطريقة جديدة. مزبوط. الديل الصدق حلو بكل شيء، بس أحيان الديل شوية كذب هيك بتحلي. كذبك حلو. حلو. أغنية للفنانة الراحلة اللي رحلت عنا مش من زمان، ميادة. ميادة الفليس. أنا بس بدي أقول لما منحكي، كنت عم تحكي عن المخزون. أنا ما فيني شخصياً يعني أحكي عن الشيء اللي شكل لي إذا بدك الوعي الفني تبعي بدون ما أتذكر أكيد ست ميادة بنت حلب، وأنا كبرت بحلب. عندها الروحية الخاصة، عندها شيء لألا خاص. في شيء خاص نحن اشتقنا له أوريدي، وأكيد يعني كل السلام لروحها لأنها عن جد راحت بكير. ست ميادة وأكيد أستاذ سمير كوفاتي عملوا لنا مخزون نحن يعني بكل العالم العربي وكل بلاد الشام أكيد. صحيح. بس خاصة بحلب، لأنه عن جد أنا كبرت على أغاني ست ميادة و يعني بس وشكلت بس شخصيتكم كشيء أكيد، وبغص يعني لما لأنه كانت أحلى أيام أكيد قبل. خلينا نستذكر أو أحلى شيء الواحد يستذكر الفنان بإنتاجه وبعمله. تحية، ألف تحية لروحة. أكيد. تحية لأستاذ سمير، وإن شاء الله يضله بصحته وبإبداعه. طول العمر أكيد. تذكر شو مشينا مشينا وحكينا تارينا رجعنا مثل ما بدينا عم تلغي ماضينا البعده عايش فينا عم تنسى كأننا لا رحنا ولا أحلى شي فيك اللي معلقني فيك إنه كسبك بيتصدق إيك خليك كسبك حلو شو حلو لما كنت شي كسبي بحياتك رجعني وانساني مرة ولو ثواني بيكفيني ولو ما بدك إياني كان الأمل فيك ولسه باقي فيك يعني ما في شي بيرضي كذبك حلو يا أحلى كذبي واخترت
يسبك حلو حلو. الله الله، أغنية جميلة جدا. رحابني بيقولوا تعال ولا تيجي وكذوب علي، الكذبة مش خطية. برات الموضوع قدي الحب بقى فيها الصدق، أو صار فيه كمية كبيرة من الكذب، أو قدي الفن بعده هلقات صادق. هلأ بالنسبة للحب حسب أنت بأي عالم عايش. بعالمنا هلأ الحالي في ما هو كل حدا كمان له عالمه، العالم الخاص. فبتخيل قدي صار صعب الواحد يحافظ على العالم تبعه. هلا صار في قله البوبوليشن شوي، عدد السكان. بس اكيد لا، اكيد بعده الصدق والحب الحقيقي والقيم اللي انا بتخيل يعني ما بتتجزا، هي جزء لا يتجزا من الانسانيه، من الانسان صح، او من الشخص بسيته. اكيد بس اكيد هي الفن. خلينا نقول شغله وما نضحك على حالنا، الفن او بتحبي نسميه نخبوي ولا لا؟ ما بتلاقي انت نخبوي؟ لا ما يعني أنا كلمة نخبوي بحس فيها شوي هيك مش فوقية، بس إنه كأنه في شيء النخبة يعني. أوكي، خلينا نعتبره فن خاص إذا بدك، خاص شوي للناس اللي بتسمع وبيهمها الإحساس وبتركز على هالأشياء. قديه هيدا الفن بده إفور، بده صبر أكتر. يعني أنا بلاقي الطريق بهيدا أو المشوار بهالطريق أصعب من الخيارات أكيد الأخرى. هلأ أكيد، وانت يعني انت ادرى بالموضوع، انت يعني مش عم بحكي اكيد بالنسبه لي وبالنسبه لكتار. مروان خوري بيعمل فن جميل وكتير حلو وبيشبهنا، والالحان والكلمات بتحسها بتلامسك، ومروان خوري موجود وبقوه. فهيدا بيعني انه في اكيد في لسه شوق. يعني في كتير أمثلة اليوم لفنانين حافظوا على المستوى الشيء اللي بدهم يقدموه وبعدهم موجودين، وأنا بحس إنه هي أكيد في قصة ترندز وموجات، بس أنا بحس بس بالنهاية لا يصح إلا الصحيح. يعني بالنهاية الشيء اللي بيبقى أنا معك بلش، بس أنا علي أسأل أشياء وشوف رأيك بس فيها. أنت بتوافقني الرأي إنه أنا بوافق إنه الشيء اللي بيعيش لبعدين هي الكلمة اللي إلها قيمة 100%، والمسابرة والصبر والمسابرة لأنه أكيد حيثبت هيدا الحيث أكيد. من هالحديث لحنروح لمطرح لعالم فني مختلف تماما. هيك استعراضي بالشكل وبالصوت، وما في أي شبه بينك وبينه. أول مرة بغني لفهد بلان، للراحل فهد بلان. حالي خاصة، حالي خاصة يعني، سيطرت على العالم العربي. البعض اعتبروها كتير شعبية، بس أنا بشوفها من بعد وقت إنه هي شعبية بس حالي خاصة، لا تشبه أحد، لا وتعبيرية. بعدين التراث تبعنا كله هو فن شعبي، يعني صحيح. هو فن شعبي تناقلته الأجيال لحتى صمد ووصلنا لإلنا. صحيح. بالعكس يعني فهد بلان من كبار فنانين سوريا، ما فينا نحكي عن الأغنية السورية وصناع الأغنية السورية وما نحكي عن ابن السويدة، يعني ابن الجبل فهد بلان. حلو، أنا بحب هالانفتاح عندك لكل الألوان، وهيدي الشغلة كمان كتير مهمة عند الإنسان ما يكون عامل بلوك على أكيد شيء. ولازم نسمع كل شيء أكيد. صحيح. هلأ بهالحلقة عم بتحدى حالي صراحة، عم في كتير أشياء عم غنيها لأول مرة. بس شو حنسمع لفهد بلان؟ شو قولك حنسمع؟ يوماً على يوم، يوماً يوم على يوم، يوم. حلوة كتير. حتعملي حركات شي؟ رح حاول. حضلي صحيح. أوكي يوم. على كل باب وسلم عليهم من صبح لغياب، إن شافك ولي فالروح قل له أنا المجروح، وقل له ولي فالروح بالروح من صايا I'm not afraid to die.
شف قصب ومطر رزب نيسان عرسك صبايا ولمتك خلا واني غريب بس أنا نرفقك عالبالي بعدك يا سهل حورا شرشف قصب ومطر رزب نيسان عرسك الله الله على هالأجواء الحلوة والفيها صدق عن جد. أنت قلت لي إنك كتير بتحب فهد بلان. لا شفتني بحبه، شفتيني تحمست أكثر من اللازم. يعني لو في قوم أضبط أو أعمل حركة. منتابع حلقتنا المنوعة جدا مع فيا يونان بعد الفصل.
فهي الأغنية الحلوة والمعاني الحلوة اللي شو كانت الأغنية اللي سمعناها هلا؟ فصول الحياة. هي أغنية لإلي، كلمات الشاعرة عائشة السيفي وألحاني. الله، هذا اكتشاف بآخر قسم. بآخر قسم. في كثير أغاني ملحنتية؟ في كثير أغاني، يعني بكل ألبوم في شيء ثلاثة تقريباً. ده حلو واحد يعبر عن حاله كمان هو بطريقته بإحساسه. جداً جداً جداً، يعني مستوى آخر من التعبير يعني. كمان اكتشاف تاني، فما بعد اكتشاف الموضوع التلحين اللي هو إتقانك للغات القديمة اللي هي أكيد شكلت لغاتنا الحديثة مثل السريانية، الكلدانية، الأشورية. وطبيعي سوريا هي أرض الحضارات القديمة. صحيح. خبريني عن هالموضوع كمان. هلأ أنا يعني أنا أصلي من شمال شرق سوريا، من اللي بيقولوا للجزيرة السورية. وفي كتير يعني تنوع باللغات، في ناس لسه بتحكي سرياني، وفي ناس بتحكي كلداني وأشوري، وفي ناس بتحكي كردي. في كتير تنوع بالثقافات، وهيدا الشيء اللي بيعمل سوريا غنية. صحيح. حتى يقال أنه أول نوتة موسيقية مدونة شافوها بمملكة أوغاريت، فقديش يعني سوريا احتضنت الموسيقى والفنون. فما فينا اليوم نحكي المنطقة أكيد. فاليوم عم نحكي عن الأغنية السورية، أكيد بدنا ندندن شيء هيك بالسرياني. شو ممكن نسمع شيء هيك دندني؟ في أغنية أنا كتير بحبها غناها الأستاذ وديع الصافي، اسمها قريش لإيدي. يعني قريش لإيدي، أخذت لي إيدي، وقريش لإيدي، قريش لإيدي، ومرلا لي طولوخ. وقالت لي تعال طخ رقدينا، طخ زمرينا، تعال نرقص، تعال نغني. هذه مفاجأة ثالثة، فرد فقرة يعني. كلهم. قريش لإيدي، قريش لإيدي، ومرلا لي طولوخ. قريش لإيدي، قريش لإيدي، ومرلا لي طولوخ. طخ زمرينا، طخ رقدينا، رقدا بوسملوخ. طخ رقدينا، طخ زمرينا، رقدا بوسملوخ. الله، ما فينا نفصل هالأغاني عن الأشياء الدينية اللي كانت تتقدم. تقريبا متشابكين هالقد. في بس صراحة هو يعني كتير ناس بتشبكون، بس كان في أغنية مثلا بيقولوا كان في أغاني رومانسية، أغاني حب. بهاي دول اللغات كمان. في كتير فنانين يعني. حلو. فيا بدي أشكرك على هذه الحلقة المتنوعة اللي ربطتيها بإحساسك، وهيدي أهم شيء. أنا بعتقد الفنان لازم ينوع، بس دايما يربط الأشياء بإحساسه الخاص وبطريقته بالتعبير. حلقة منوعة جدا، شكرا على اختياراتك. شكرا لك. ووصلنا لآخر هالحلقة الحلوة، وبدنا نغني سوا، نقدم شيء للناس بالختام. يس. شو راح نقول؟ شو اخترنا؟ كمان من التراث، كمان من التراث أو من السوري. الأغاني السورية. هي أغنية غناها طبعا الأستاذ شادي جميل،
يا حبيب ما أنساك، بحسها كتير سورية يعني بامتياز. أوكي يلا بغنية سوا، وشكراً على الحلقة الحلوة. شكراً أنا كمان بدي استغل الفرصة وأقول لك شكراً على الاستضافة ولك الإكيب العمل والفرقة الموسيقية الحلوة اللي كانت معنا اليوم، وشكراً. الله يخليك، تفضل. والناس تنام بهالليل وانا اسهر عذكراك، والناس تنام بهالليل وانا اسهر عذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما انسى، حبيب ما انسى وطيق العيشه بلاك. لا يا حبيب ما انسى وطيق العيشه بلاك. والناس تنام بهالليل وانا اسهر عذكراك، والناس تنام أصلاً عذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما أنساك، يا حبيب مين ومين مثلك يا عالي الجبين، يا حبيب مين ومين مثلك يا عالي الجبين. لو غزوا قلبي بسكين ما حيد أندر بهواك، لو غزوا قلبي بسكين ما حيد أندر بهواك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما يا حبيب ما أنسى وطيق العيشة بلاك. والناس تنام بهالليل وأنا أسهر عذكراك، والناس تنام بهالليل وأنا أسهر عذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما أنساك، يا حبيب فين وفين نشفت والله دموع العين، يا حبيب فين وفين نشفت والله دموع العين. ليش تجافيني يا زين وبتعرف اني بهواك، ليش تجافيني يا زين وبتعرف اني بهواك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما انسى، يا حبيب ما انسى ما طيق العيشة بلاك. يا حبيب ما انسى ما طيق العيشة بلاك. والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك، والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما انساك، يا حبيب يا حبيب يا حبيب.